فيما يخص مباراة حرس الحدود وسبورتنج، علق اتحاد الكرة على ما تردد عن قيام لجنة الحكام بتغيير حكم المباراة أقيمت أمس ضمن منافسات دورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتازة. وترددت معلومات أن مباراة حرس الحدود مع سبورتنج كانت ستلعب بقيادة الحكم نادر أمر الدولة، وتم إبلاغه وهو في الطريق للمباراة أنه أمين عمر هو اللي يقود اللقاء بدلا منه. اتحاد الكرة في بيان رسمي لي: الحكم نادر أمر الدولة لم يتم إبلاغه بإدارة مباراة حرس الحدود وسبورتنج رسميا كما تردد. وأضاف: نادر أمر الدولة كان واحد من 3 حكام مرشحين لإدارة المباراة. وتابع: من يقوم بإبلاغ الحكام بإدارة أي مباراة هو سيستم، يقوم الحكم من خلاله بالقبول أو الاعتذار عن إدارة المباراة.